السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين، أحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من خارج النص. خارج النص اليوم يناقش العراق ووضعه في المنطقة وفق الأحداث الأخيرة التي تجري فيها. هذا الموضوع بصراحة شغل شاغل اليوم للمنطقة والعالم بأسره. كن هذا الصراع فحواه إلى أين سيذهب بالمنطقة، نعني الشرق الأوسط وما حول هذه الخارطة، هل ستتغير؟ أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، كل من رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات السيد أحمد الياسري ينضم معنا عبر سكايب من أستراليا. أرحب أيضا من بغداد الحبيبة بالمعارض السياسي الشيخ مصطفى الدليمي، مرحبا بك سيدي الكريم أيضا. وأجدد الترحاب أيضا بعضو تيار الحكمة الوطنية الأستاذ إبراهيم الزبيدي، سينضم معنا عبر سكايب أيضا من بغداد. البداية من الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى، أين تعتقد أن العراق يقع اليوم على خارطة معادلة الكيان المحتل من جهة ومن معه، والمقاومة ومن معها من جهة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك، تحياتي للقناة، تحياتي ضيوف الكرام. بداية، العراق اليوم نعرف العراق مركز استراتيجي بالمنطقة، مركز مهم جدا، وطيلة الفترات الماضية يخضع إلى ضغوط خارجية، إذا كانت أمريكية، إذا كانت دولية، وإذا كانت من الجانب الإيراني كذلك. فاليوم العراق مثل هذه الحرب، اليوم الحرب الطاحنة اللي موجودة في لبنان وفي فلسطين، أعتقد بهذه المرحلة يجب أن يكون العراق لديه قرار سيادي، قرار حكومي، قرار يلتزم به كل الشعب العراقي، وحتى فصائل المقاومة يلتزمون بهذا القرار الحكومي حتى تتحمل مسؤولية الشعب العراقي. نعرف اليوم الكيان الصهيوني، الكيان الخاص، وخاصة هذا المجرم العتيد، هذا نتنياهو، يبطش بكل من اعتدى وكل من تحرش وبكل من لديه مع عداوات، أو كل من يرفع مثل هذه القرارات تحملها الحكومة العراقية، تتحمل مسؤولية سلامة الشعب العراقي وسلامة سيادة العراق وممتلكات العراق وخيرات العراق وسلامة أراضيه. أنت تتكلم كأنك عن قرار السلم والحرب. أنا مع قرار السلم من الناحية السياسية المتعلقة بموضوع العراق، ولكن من يريد أن يشارك مع أخواننا في غزة وفي لبنان فساحة المعارك مفتوحة. يريد يروح هو كشي شخصي خلي يروح، ولكن أن يعرض العراق إلى مخاطر، بالتالي يكون هناك سبب أو نخلق ذريعة للكيان الصهيوني وحلفائه بضرب العراق، مثل ما نعرف اليوم العراق هو عايش على النفط، اليوم الشعب العراقي هو عايش على النفط كموظفين وغيره وغيره، يبيع نفط وينطي رواتب وغيرها من الواردات. اليوم إذا هذا المجنون هذا نتنياهو ضرب مثلا الموانئ العراقية أو ضرب المصافي العراقية، شنو راح يسوي؟ تتوقع يسويها شيخ؟ تتوقع يسويها؟ كل شيء متوقع، هذا مثل الثور الهايج يعني. زين 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 سيد أحمد الياسري، تتوقع حضرتك أنه ممكن يسويها؟ تحياتنا لحضرتك من جديد سيد أحمد. سيد الياسري أخوي، أقول لك، هل تتوقع ما قاله الشيخ مصطفى الدليمي؟ قال أن نتنياهو ممكن أن يسويها فعلا، وأن يضرب العراق ويضرب موانئه ومنشآته. وأيضا أعيد عليك نفس السؤال، وهذا السؤال أعتقد كلش مهم بالنسبة لك، أنه العراق وين موقع اليوم بهاي الساحة؟ يعني الساحة اليوم بيها معادلة تتكون من جزئين، الكيان المحتل ومن معه، والرأي الحكومي أو المقاومة ومن معها من جهة أخرى، لأن احنا عندنا رأيين أيضا. تمام. طبعا أنا ما سمعت كلام الشيخ، تحياتي له وتحياتي لحضراتكم جميعا. أستاذنا شكرا على الاستضافة. شكرا سيد. المعادلة معقدة المشهد
المشهد في مشهد الشرق الأوسط، وهي معادلة أصبحت جلوبالي يعني عالمية، لأن يعني هناك مش إقليمية، هو مش صراع إقليمي الآن، هو صراع بهيئة إقليمية ولكنه يعني بارتباطات عالمية. القوة الإقليمية اللي تدير الصراع الآن أو اللي هي في المواجهة إيران وإسرائيل، ولكن الحقيقة هناك قوة ترتبط بها إيران هي المنظومة الشرقية، دخلت على الخارج يعني روسيا نظمت الدفاعات الإيرانية، أعطتهم قدرات دفاعية عالية لأنها تتوقع ضربة إسرائيلية، وأمريكا منحت إسرائيل المنظومة الثاد نعم لكي يعني تخلق حالة من القدرات الدفاعية المتطورة. فالتستوعب دائما إذا شفت الدول تستورد قدرات دفاعية يعني هناك هجوم سيحصل. لحظة سيد أحمد، العراق عند عقد مع كوريا الجنوبية 2025 يستورد منظومات دفاعية، يعني احنا ايضا مقبلين على حرب. اي استاذ 2005 يعني هو من يقول من لا طبعا شوف الولايات المتحدة اذا شوف ومجموعة الناتو دعمهم الى اوكرانيا كان دعم هجومي، ولكن منذ منتصف هذا العام وحتى الان هو دعم دفاعي تجهيز دفاعي، دعم القوى العالمية التي تجهز الحلفاء لمنظومات دفاعية يعني تتوقع أنه يحصل ضربات، ولا لماذا يعني تخاف أنه تحصل ضربة عليها فتجهزها بقدرات دفاعية. المنظومات العراقية هي استدراك، العراق بناء استراتيجي ليس لديه سلاح استراتيجي، يعني ليس لديه عقلية استراتيجية نظمت قدرات الدفاعية. احنا كنا عقيدتنا العسكرية أستاذ أنس هي مبنية على حروب العصابات، فلذلك عقود وزارة الدفاع وتجهيزاتها هي كلها ضمن هذا النطاق، يعني سلاح خفيف خفيف ومتوسط. نعم لا يتعدى لم ذلك. لم يكن أحد يتوقع أن العراق ممكن يدخل بحرب مع تركيا أو مع إسرائيل أو يعني هذا مستبعد التفكير. العراق لم يفكر بعقلية استراتيجية دفاعية نتحدث أو عسكرية، ولكن هذا حصل أمر مفاجئ، هو تغير دراماتيك، انتقل من غزة إلى لبنان وبدأت إسرائيل تحقق حقيقة يعني نتائج ومقاصد كبيرة لم تحصل عليها منذ 67 يعني. طيب ما جذب انتباهك شيء سيد أحمد أنه السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في اجتماعات الأخيرة من شهر تقريبا يؤكد دائما على موضوع الجهوزية، استعدوا إلى غير ذلك، لديه دائما زيارات خاصة إلى المحافظات الجنوبية، ويختم دائما الزيارة باجتماع أمني مع القيادات الأمنية، ويؤكد أيضا على ضرورة الجاهزية. الجاهزية لماذا؟ ما المتوقع؟ كل شيء متوقع، يعني أنت لو حدد من 32 إلى تقريبا 36 هدف بالعراق. نعم الحكومة العراقية تريد أن تفهم هل هناك أهداف حكومية ضمن خطة الاستهداف التي يخطط لها نتنياهو، هل سيكون العراق بوابة الهجوم على إيران أو سيكون الساتر الذي يحمي إيران من الهجوم. هذه معادلة مهمة جدا. هناك أنا سأأتيك بمعادلة أخرى سيد أحمد أيضا عذرا للمقاطعة، أن لا سامح الله أن الكيان المحتل إذا ما استهدف أحد اثنين الفصائل أو الحكومة أو منشأة حكومية، كيف ستكون ردة الفعل للطرفين بينهما داخل العراق؟ أتكلم الحكومة العراقية ليس لا أتوقع أن سيكون يعني لديها ردة فعل، لأن إحنا ما عندنا، أنا قلت لحضرتك عقيدتنا العسكرية مبنية على حروب العصابات، يعني حروب المواجهة والمواجهة المضادة. نعم. فإحنا عمليا ليس لدينا حدود وفق إمكانياتنا مع إسرائيل، إذا يجب أن نعتمد على السلاح الاستراتيجي. السلاح الاستراتيجي غير متوفر عند العراق، يعني عندنا الاف 16 ويعني الصفقة اللي ستها حضرتك ذكرت إنه الصفقة مع الدفاعية الدفاعات من كوريا، هي كوريا نفسها ذاك اليوم
جهزت أمريكا بمنظومة اقتصاد لأنها تتوقع هجوم من كوريا الشمالية عليها. يعني بمعنى أن المنظومات الدفاعية الكورية لا يمكن أن نقيس بما تملكه إسرائيل. عمليا إسرائيل هي الدولة المتفوقة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بالتجهيز بالسلاح، هذا واضح. يعني هي أمريكا صغيرة في الشرق الأوسط. طيب فهل يستطيع العراق أن يكرر ما فعله سنة 91 ويدخل بحرب مفتوحة مع دول ذات تفوق عالي جدا؟ أنا أشك بهذا الموضوع. فهي غير حرب غير نمطية ممكن أن تنتهي بالموبايل. أستاذ أنس، احنا شفنا البيجرز، شفنا ماذا فعل إسرائيل بحزب الله. هذه رسائل تلقيناها يعني. فلذلك نقول أن أفضل سلاح يملكه العراق لتجنب هذه الحرب هو تجنب هذه الحرب. يعني لا تتحدث لي بالقدرات شيخ مصطفى، معناها نتجنب هذه الحرب. نعم نفس الرأي يعني. نفس الرأي من شيخ مصطفى. أعود لك شيخ مصطفى، لكن أيضا أسألك، الرأي الشعبي العراقي اليوم يقترب من رأي الحكومة اللي دائما تقول لك أنا أسعى إلى وقف أطلاق النار، وتقترب تقريبا من إدانة ما يفعل الكيان المحتل بل تدين وبأشد العبارات، وكذلك رأي الفصائل؟ تأكيد الشعب العراقي أستاذ أنس. نعم. تأكيد الشعب العراقي، تأكيد الشعب العراقي تربى على القضية الفلسطينية، ونعتبر القضية الفلسطينية هي قضية كل عراقي وكل عربي وكل مسلم شريف. ولكن نفس الوقت الشعب العراقي مر بتجارب قاسية جدا بالحروب، اللي إذا كانت 8 سنوات، إذا كانت بال91، وإذا كانت بال2003 إلى داعش، إلى حد الآن ترى الحروب مستمرة بالعراق. والدليل على كلامي اليوم القوات الأمريكية، والبارحة القوات الحكومية العراقية اللي استطاعت أن تختال مجرمين من داعش في جبال حمرين وفي الأنبار. فلهذا الحروب مستمرة بالعراق، والعراق الشعب العراقي يعني ذاق مرار الحروب، ونتيجة الحروب هي دمار اقتصادي ودمار اجتماعي ودمار من كل النواحي. ناهيك عن يعني لا يوجد مقارنة تكنولوجية بين ما يملكه العراق وما يملكه إسرائيل وحلفائها. هاي يعني مو يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ولكن نفس الوقت الشعب العراقي شعب مسلم، شعب عربي، حتى الاخوان المسيحيين واليزيديين وغيرهم وغيرهم، كلنا مع القضية الفلسطينية. ولكن اليوم عندنا مصلحة بلدنا اهم، مصلحة بلدنا ابدا. يوجد دول كثيرة، دول عربية اليوم واقفة على الحياد، ما تريد الدمار البلد. اليوم انا افكر ببلدي، انا اليوم بلدي يا دوب اريد ها بسم الله الرحمن الرحيم يريد البلد نعينه ويقف على رجليه. فلهذا نذهب بالقرار، نحمل المسؤولية القرار، ومصير العراق يتحملها القائد العام للقوات المسلحة والحكومة العراقية. أما صن موضوع اجتهادي أو أخلق ذريعة حتى يجي الكيان الصهيوني وحلفائه يضربون بالعراق، هذا مو صحيح شيخ مصطفى. هذا النوع من الآراء التي تطرحها الآن تزعج البعض، ويبدأ يتكلم ويقول أن الموضوع بدأ يختص يعني بجهات بحد ذاتها، ربما أصبح شيء مكون بحد ذاته. لا، اليوم ما يفعله الكيان المحتل لا يقبله كما قلت قبل قليل أي أحد من أي جهة عراقية، لكن البعض يتكلم بهذا الموضوع ويقول نعم. أستاذ أنس، نعم أستاذ أنس، يعني اليوم أكو رسالة لازم الشعب العراقي كله يفهمها والوطن العربي كله يفهمها. اليوم نتنياهو جاي يقتل شيعة اللي بلبنان، جاي يقتل السنة اللي في فلسطين. إذا اليوم هذا المجرم، الكيان هذا اللقيط الموجود بالمنطقة، ما يفرق بين شيعي وبين سني، ما يفرق، ما عنده مشكلة أبدا. هذه سوقوها إلى الدول المتخلفة اللي تؤمن بأنه هذا شيعي وهذا سني وهذا كذا، بل فترة الأخيرة شقوا الصف. فلهذا اليوم يستفادون من الموضوع هذا، ومن يستمر بهذه الخطابات يريد دمار البلاد. يعني رجعنا إلى المربع الأول، شنو شيعي وشنو سني، شنو عربي شنو كردي. ما اليوم كل الطوائف وكل الأديان وكل المذاهب ذاقت الأمرين. ليش بالحرب العراقية الإيرانية بس الشيعي تأذلوا بس السني، بال91 بس الشيعي وبس السني، من إجا داعش المجرم بس الشيعي تأذلوا وبس السني تأذى، ما كلها تأذت. هذا قدم شهداء وهذا قدم ضحايا وهذا تهجر وهذا صار بما صار، وبالتالي خسروا الكل خسران. اليوم الخسران هو العراق.
فهذا التسويق، استمرار تسويق هذا الخطاب، هذا من الناس اللي مستفيدة، اللي عندها أجندات، اللي هي بصورة مباشرة قد تعلم وقد لا تعلم هي متعاونة مع الكيان الصهيوني بتصدير هذا الخطاب. هاي هو شلون؟ هذا اللي يريده. هاي شلون شيخ مصطفى؟ اي هذا اللي يريده يا أستاذ العزيز. اليوم يريد من ينضرب اللبناني السني يتشمت، من ينضرب الفلسطيني الشيعي يتشمت، وهكذا هي هاي المعادلة ببساطة. فاليوم شفنا المتصهينين الموجودين العرب يطلع لك حجة، والله ذولا شيعة خلي يضربوهم. أخي هذا عربي، هذا مسلم. أنا ما أوكي، أنا عندي ملاحظات على حزب الله، ولكن بنفس الوقت هذول عرب، ذولا مسلمين، ما لهم علاقة. حزب عندي مشكلة وياه في أدائه، في سلوكه، في هذا شيء. ولكن اليوم عندي أبرياء بالآلاف راحوا، بالآلاف تهجروا. ما ذنبهم ذولا الأطفال والنساء؟ شو ذنبهم ذولا؟ ما لهم ذنب. أنا عندي مشكلة ويا كيان أو حزب، ولكن أنا ما عندي مشكلة ويا الأغلبية، ما عندي مشكلة وياهم. أو بالأحرى أنا اليوم، عندي مشكلة مع ابن عمي، مشكلة داخلية. بس أنا إحنا عدونا الأوحد هو واحد، سيد أحمد. بالضبط. نعم سيد أحمد، الآن أسألك سؤالا ربما يكون متخصصا، أنت خير من يتكلم في الشأن الإيراني برأيي المتواضع. هنا تضع إيران في معادلة صراع المنطقة، هل هي متضررة فعلا من هذا الصراع؟ أتكلم طبعا عدا موضوع استهداف القيادات. شوف أنا راح أجاوبك جواب يعني بشوية بين رؤية تحليلية، يعني مش جواب مباشر. تسمح لي أستاذ أنس؟ أسمعك بس يا ريت تصير ما تصير دبلوماسي. لا ما في دبلوماسي، بس أنت بما أن سألتني يعني كمختص بقراءة الشأن الإيراني فراح أجيبك بلغة اختصاصية. نعم. شوف إيران بلعت طعم التمدد. أها. هاي سجلها، نقول أحمد الياسري قال لي هاي. إيران بلعت طعم التمدد. قالوا لها إيه، قالوا لها هات شوية من العراق، هات شوية من لبنان، هات شوية من اليمن، شوية تحركي بالخليج، شوية بالسعودية، شوية بالكويت. أوباما سوى أوباما. إيه. أنا ما نتحدث العهد الجمهوريين، يعني إيران تعاونت إلى حد ما مع أمريكا في الملف الأفغاني، وهذا يعني حركة ظريف حينما كان في أمريكا. ساهم إلى حد ما يعني تخلص من تأثير طالبان على إيران، كان صراع ما أريد أدخل به. يعني عهد أوباما عمل صفقة مع إيران، وهي صفقة الاتفاق النووي. الاتفاق النووي بأكثر من يعني يمكن 180 بند سري على غير معلم بين إيران وخمسة زائد واحد، من ضمنها هي اتفاقات أمنية. من ضمن هذه البنود السرية الغير معلنة هي الاتفاقات الأمنية. أمريكا لم ترد أن تنزل قوات قتالية لمحاربة داعش. هنا إيران أصبح لها دور، يعني نوع من أنواع التفاهم. وتتذكر حضرتك أستاذ أنس كنا نخرج إلى إيران، هذه معادلة السماء لنا والأرض لكم. نعم. الثنائية الأمريكية الإيرانية كانت متحدة إلى حد ما في العراق وفي مواجهة داعش. هاي ضمن صفقة الاتفاق النووي. فأطلقت يد إيران، حصل الملف السوري والقصة تعرفوها واليمني وغيرها. فإيران سمحت لها إدارة أمام بالتمدد، فهمتني شلون؟ نعم. فبدت تشعر، بدت توزع قدراتها الاستراتيجية على حلفائها الذين تمددت في مناطقهم. هسه هاي النقطة الثانية. كأنك تريد أن تقول تبدد وليس توزع. لا توزع، الآن حزب الله عنده سلاح استراتيجي. بس احنا نتحدث عن السلاح الاستراتيجي اللي يرد به عن اسرائيل. الحوثيين عندهم صواريخ فرص صوتيه ما تملكها روسيا، كوريا الشماليه، العراق ما يملك، ما عندنا، فهمت؟ بس خلينا اكمل لك الفكره، يعني اكمل متسلسل للمشاهد. نعم. ف طعم، ليش اسمي طعم التمدد؟ طعم التمدد هو عربي استحقاقات على مستوى الاقتصاد، على مستوى الحضور، وعلى مستوى القدرات والنفوذ. فهمتني شلون؟ من اجى ترامب قطع او يعني سوى عمليه، سوى ساتر من الجدار الاقتصادي، انا اسميه من العقوبات الاقتصاديه على ايران اللي سماها عقوبات درجات القصوى. فاصبحت ايران النفوذ وايران الدوله. فهمتني شلون؟ نعم. فرجعت لمن؟ رجعت للثنائيه الداخليه، زاعت الاصلاحيين ورجعوا المحافظين. انا دائما اقول سياسات اوتسايد ان، يعني من الخارج إلى الداخل، يترجمون
قدرات النفوذ على الداخل، الصحيحين عكسهم انسايد اوت، يعني من الداخل الى الخارج. فهنا صارت ايران تعرضت الى انتكاسه اقتصاديه، بدا الدور يؤثر على العالم، المفروض لازم تصرف على مليارات. استاذ انس انت تدري حزب الله ايش قد ياخذ بالسنه، تعرف الحوثيين ايش قد اموال طائله، مو يعني انت تجيب لك 10 جنود وتعطيهم رواتب تحير بيهم، فما بالك بجيوش يعني مو هنا وقدرات صاروخيه والى اخره. فعمليا النفوذ الايراني بعهد ترامب، هسه حكينا على عهد اوباما، عهد ترامب تحول الى عبء اقتصادي على ايران. نعم. وبدات تخرج حركات داخليه في داخل ايران اعتراضيه، يعني مثلا حركه مهسا امينيه، حركه فلاحين اصفهان وغيرها، اللي كانوا يرفعون شعار نا غزه نا لبنان جولا فداء ايران باللغه العربيه، لا غزه ولا لبنان ارواحنا فداء ايران، احنا شعبنا يعني انتم تاخذون فلوسنا. فاصبح عمليه النفوذ عبء داخلي، في هوس داخلي، تفاعلات داخليه مو خارجيه. اجى دور هذا صاحب بايدن، بايدن اراد ان يدخل الى الشرق الاوسط من البوابه الايرانيه، اجى يريد ينظم عهد ترامب، يعيد ترتيب اوراق التي بعثرها ترامب من ضمنها مع ايران. الايرانيين هم كان عهد رئيسي محافظين دولة كلش متعصبين، لم يستغلوا فرصه يعني قدوم بايدن ويعودون الى اتفاق النووي، ودوا مجموعه من المحافظين الذين لا يمتلكون القدرات، يعني مو مثل العراقي وضريب، ولا عباقره بالدبلوماسيه، فهمت شلون؟ نعم. فوصلوا الى مرحله يعني قطع، صار الجوله الثامنه والتاسعه مال فيينا، حصلت الحرب الاوكرانيه. الحرب الاوكرانيه خربطت الغزل على ايران، شوف هذول الاثنين، الحرب الاوكرانيه وغزه. فعمليا ايران اصبح يعني اصبحت تتاثر، فهنا حصلت حرب غزه. حرب غزه هي كره النار التي خلقت ما اسميه انا بحرب تهشيم المفاصل. ايران هسه ما ضربها بوكس، رجليها اجيها ايش بدها العراقي يعني. نعم. فضرب حماس، حماس هو يعتبر خط متقدم ضمن استراتيجيه الجنرال سليمان الحربيه، وهي صناعه غاره من الصواريخ المحيطه باسرائيل. حزب الله، انت تعرف سبب حزب الله؟ كل قيادات ان شاء الله يعني ماكو قيادات صف الاول. ما هي المشكله هنا ان الضريبه باتت ضريبه عربيه خالصه. ايران مهمه يا حبيبي، اسرائيل تقصف باراضي عربيه وتقتل عرب، وايران تدفع وتبني النفوذ بالمناطق العربيه وينقتل عرب. فاللي اريد اوصله لك، العرب هم المتضررون. شوف انا ضم صوتي الى صوت الشيخ مصطفى الله يحفظه زميلنا، انه العرب هم الذين يقتلون في هذه المعادله. اي سنه اي شيعه تشوف وين تشوف هاي ثنائيه السنه والشيعه، هاي البروباغندا الاسرائيليه اللي يستخدموها المصاحبه للحرب، الخطاب الدعاء المصاحب للحرب حتى تنجح. شو تسوي انت؟ من جت امريكا احتلت العراق ايش قالوا؟ قالوا احنا نريد نحتل العراق، لو قالوا نريد نسوي نظام ديمقراطي ونزيح النظام الديكتاتوري. طيب سيد احمد، تفاعلنا جميعا احد المتفاعلين. نعم، فهمتني شلون؟ فانا اقول لك هذا البروباغندا المصاحب للحرب هو شلون تفرق اعدائك، شلون تخليهم منقسمين. ايران لاول مره تقصف صواريخ باسرائيل، ولكن العرب غير متفاعلين معها. العرب يعتقدون، يقول لك هاي صراع شيعي يهودي، شنو ناخذ؟ هسه بدات تظهر اصوات بداخل الاوساط الشيعيه، يا هذول جماعتنا اللي بلبنان انتم هجرتوهم، هذا صراع بين الدول العربيه، صراع اسرائيل عربي، انتم شايفين الشيعه ليش مدخلين بالموضوع؟ كل ما يثار منها كلها بروباغندا خاطئه تفسع المجال لنتنياهو لكي يتمدد اكثر. كل جبهه محيطه باسرائيل او متقدمه باسرائيل سواء كانت ايرانيه او عربيه او هي بعلم استراتيجي حتى استاذ انس تؤخر قطار اسرائيل. اسرائيل لديها مشروع انت خائف من الدول التي لديها مشروع. ايران ليش مؤثره؟ لديها مشروع الحرس الثوري، يعيدون امجاد الدوله الصفويه وبلاد فارس وكيروش ونادر شاه و محمد بهلوي، هاي الثلاثيه انا اسميها ثلاثيه التاريخ السياسي. استحضرت التاريخ السياسي كله سيد احمد لايران، استحضرته كله. نعم، يعني النهضات الفارسيه، مو ايران مو الفرس دائما حكمها، لا العرب احنا حكمناهم 555 سنه، الاتراك السلاجقه
حكمهم قرابة 600 سنة، فهمت شلون؟ فالنهضات الفارسية في التاريخ السياسي الإيراني أنا بوجهة نظري حسب قراءتي كيروش نادر شاه بهلوي، فهمتني شلون؟ هاي يعني تنهض إيران وتكبو وتنهض وتكبو. الآن النظام في إيران إحراج كبير على سيد الكريم، الآن إيران ما تعرف شو تسوي. أما أن تدخل بحرب مفتوحة يدخلها بها نتنياهو وستكون في مواجهة أمريكا والغرب، أو تحاول أن تبتلع الخسارات التي تعرضت لها وستجبر في أي جلوس على أي طاولة أن نعم. تضع ملف الصواريخ البالستية يكون ملف النووي نعم. فكلها خسارات. فإيران ليس لم يترك نتنياهو لها وبايدن إلا الدخول بالحرب، ولذلك أنا مش متخوف من القصف الإسرائيلي أستاذ أنس سجلنا عليها، أنا متخوف من الرد الإيراني. إيران هددت دول الخليج، إيران ممكن تسوي لك العراق صاحب مواجهة إسرائيل، أنت ما تعرف يعني. فالخطر ليس في القصف الإسرائيلي القادم، وجهة نظري الخطر في الرد الإيراني، لأنه سيكون رد عشوائي. نعم. إذا أغلق لك مضيق هرمز اصطفى العراق ما طيب يعني طيب سيد أحمد، فخطر جدا ونحن في مرحلة جده خطرت. نعم أشرت إلى نقطتين مهمتين سأعود إليك بهما، لكن خل أرجع إلى الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى العراق اليوم عند اتفاقيات أمنية مع الجانب الأمريكي، وعندنا يعني خطوط مشتركة. إلى الآن جنود أمريكان يقاتلون بحسب البيانات التي صدرت عن الجيش الأمريكي، جنديان يعني قبل أيام قليلة أعلن عن إصابتهما بعملية عسكرية، ولدينا أيضا مشروع الانسحاب الأمريكي، لكن لدينا اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد. هذا إذا ما سلمنا أن الأمريكان سينسحبون كمقاتلين، هنا شلون تعال حل المعادلة؟ يلا اليوم شنو اللي ممكن يسويه العراق وهو من جهة مرتبط روحيا بقضية عقائدية لها علاقة بدولتين عربيتين تنتهك فيها الأرواح والحرمات وإلى ما ذلك، وكذلك من جهة أخرى يرتبط جغرافيا بجوار مع إيران مثل ما أشار لك قبل قليل السيد أحمد، وذكر مخاوفه من الرد الإيراني، وأيضا بنفس الوقت الارتباط مع الأمريكان باتفاقيات أمنية. تعال حل إياها. أول شيء أمريكا لحد الآن ملتزمة بالاتفاق مع العراق، الاتفاق الاستراتيجي، والدليل على كلامي عدة مرات حاولت إسرائيل تقصف الفصائل الموجودة بالعراق وأمريكا منعتها حسب تصاريح رسمية موجودة وتقارير دولية، بين أمريكا لحد الآن حامية، يعني مثل ما يقول لك شلون الدجاجة وقافة على 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 ولدها ما تخلي أحد يتقرب لحد الآن ما. ولكن إذا ما المجنون هذا نتنياهو أصر راح يسحب أمريكا ويحرجها بضرب العراق. الآن إذا انضرب العراق راح تصير الحكومة العراقية بإحراج. شلون؟ تقول تعديتوا على شو اسمه على قواتنا الأمنية، حيقول تعال أنت قواتك الأمنية جاءت تضربنا، زين أنتوا خارج دولة شنو خارج طاقة الدولة، زين إذا خارج طاقة الدولة أنت ليش ما حاسبتهم أو ليش ما تخلينا نضربهم؟ هذه هنا المعادلة يا أستاذ أنس، حتصير الحكومة العراقية بإحراج. واليوم راح ارجع واقول لك مثل ما تفضل حضرتك، هناك قضيه عقائديه، هناك قضيه مصيريه، قضيه مسلمه، قضيه عربيه، هي قضيه فلسطينيه. ولكن ليش اوسع الساحات، ساحه المعركه؟ اروح عندي ساحات، ثلاث ساحات مفتوحه، اروح هناك اقاتل، اروح اقدم شهداء، اقدم مساعده اللي اقدر عليه. ولكن اليوم انا اجي هسه اطير لك طياره واحده مسيره تضرب الاهداف اللي تريدها، حتى لو 3000 هدف تضربه وتطلع، احد يقدر يقول ايش عندك؟ عندنا مقاومه طائرات، عندنا دفاع جوي، عندنا ما عندنا. وبنفس الوقت الحكومه العراقيه راح تتعرض للاحراج. تعالوا انتم يا حكومه عراقيه، احنا تعدينا على قواتكم الامنيه. اي والله قوات الامنيه، زين شلون انتم القوات الامنيه تضرب اسرائيل؟ باي حق؟ ما انتم بياناتكم شكل وافعالكم شكل، هتخليها بخانه الاحراج. هذا احنا ما نريد يصير. طيب انا راح اعطيك راي اخر، راح اعطيك راي اخر، يعني عبر تقارير وصل ايضا انه اكو بعض الفصائل اليوم التي يعني تلمس بانها ربما نوعا ما تابعه الى ايران. هذه الفصائل
لم تعد إطلاقا تلتزم حتى بما تقوله إيران، تعتبر أن ما تقوله إيران لها، تعتبر نفسها وحدة واحدة وأنها ملتزمة بقرارها في مواصلة مواجهة الكيان المحتل. أي نعم، هناك بعض الفصائل التزمت أو أصبحت تميل إلى القرار السياسي العراقي، القرار الحكومي. هناك لا هنالك هنالك فصائل تمردت على القرار الإيراني، هذا الذي أقصده شيخ مصطفى. اليوم يقال أن هنالك فصائل لم تعد تسمع لإيران. من الناحية المشتركين بالعملية السياسية ممكن، يعني تعرف هاي مكاتب اقتصادية وفلوس وملايين الدولارات وقصور وسيارات ويختات وطيارات خاصة ومعامل وغيرها وغيرها، أكيد يعني فلوس حلوة وجاه حلو. من الطبيعي من نشوف اكو ناس نشوف ايران بهذا الضعف اكيد تتخلى عنها، يقول لك كان الفلوس هاي. لا 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 لا, لا ربما فهمت فهمتني بالعكس. هنالك نعم هنالك من يتمرد على قرار التهدئه، يتمرد على قرار التهدئه، يقول لك انا لا يلزمني لا راي العراق ولا راي ايران. ايران ما بالنسبه لها التهدئه الخاص بها الها، حتى بيانها الاخير تقول اذا في حال تعرضت إيران إلى بعض الأهداف الاستراتيجية البسيطة إحنا ما نرد، ولكن إذا تعرضت إلى أهداف استراتيجية قوية لا إحنا راح نرد. يعني تقول لك أنا راجدي ما عندي مشكلة، على قولة وزير الدفاع صاروخين ما يأثر على هيبة إيران، ولكن أكثر منها ممكن السابق. نعم أي نعم، بس أكثر منها لا بالله إحنا نرد. فمرات إحنا عندنا جماعتنا ربعنا يصير أمريكي أكثر من الأمريكي وصهيوني أكثر من الإسرائيلي وإيراني أكثر من الإيراني، هاي المصيبة. وأكو بهم يصيروا الخليجيين أكثر من الخليجيين، هاي إحنا الكارثة جاي المربية الحقيقية يا أستاذ أنس. قسم بالله أكو ناس ما يحكي لك باسم العراق، يكاوم باسم فلان دولة فلان دولة. يا بالعراق وين أنت من معادلتك هاي؟ وين أنت اليوم من كل عقلك إذا جاي تدافع على إسرائيل بحجة والله الميليشيات، أنت عبالك إسرائيل راح ترحمك إذا تجيك؟ يعني هسه سواد عينك نتنياهو جاي يضرب حزب الله ويضرب غزلة، سواد عينك يقدم هاي التضحيات والمليارات الدولارات لجنة العرب والمسلمين خايف عليهم خطية دخلصوا. بس هو يقول لك هو يقول لك أيضا أنه الكيان المحتل حجة ولقاها، يقول لك هو أساسا عنده نوايا مبيتة. كان ينتظر ساعة صفر، كان ينتظر ساعة صفر ويقال نعم. لو كان جدي ما كان خلاها هلقة تنمو وتكبر وتترعرع وتتنفذ وتخلق هاي العداوة مع الطرف الآخر في سبيل من يجي يستفرد بيها. الطرف الآخر حيكون متصهين ويا ليش أنا عنده ثار، يعني هو اللي خلاه يكبر. أستاذ أنس هو اللي خلاه يكبر وخلاه يتمادى ووصل لنفس الرسائل اللي وصلنا إياها الآن بأنه ذولا ترى ميليشيات أذوا السنة وذبحوهم وكتلوهم، فإحنا ثارنا لكم راح نقتلهم. نفس الرسائل وصلوا لهم اياها، قال لهم ذولا سنه اقتلوهم ترى ذولا. زين والله اسالك انت يعني داخل الوسط السني، رايك بالموقف السني لحد الان سياسيا من الوضع؟ والله احنا عندنا يا استاذ الله يخليك عشان كومه مخانيث قاعدين، ما بيهم واحد ينشد بيه الظهر يقدر يطلع له فد بيان بيه حظ او يطلع طلع واحد من الاستنكار. قول يا الله شيخ مصطفى، قول يا الله. هسه انا يا استاذ انس الله يخليك، هم اعلى منصب للسنه فرطوا بي رئاسه مجلس النواب، هم يجي واحد يقول لي انا زعيم واني قائد واني صاحب قرار واني ما ادري ايش، ويروح يسترجل على هلا ويروح هناك يم الجماعه يصيرون عجه الجماعه ويجي على ربع نافخ ريشه. على شنو يعني؟ وين الزعامات؟ وين القرار السياسي السني؟ وين القرار السياسي السني من العشرات جاي ينعدمون كل يوم قبل تطبيق قانون العفو العام؟ وينهم عنهم؟ وين البيانات مالتهم استاذ انس؟ وين الاعتراض مالتهم؟ وذولا اهلكم جاي ينعدمون ذولا وانتم تعرفون، وايضا المكون الشيعي وقيادات المكون الشيعي تعرفون يقولون اكو كثيرين من الموجودين بالسجون ناس مظلومين عبر المخبر السري واعترفوا عبر التعذيب وغيرها. زين انتم وينكم انتم؟ هم تجي انتخابات راح تصعد على المنصه وتقوم تخطب وتصير عنتر بن شداد وتصير مراجل على العالم هذه وتقول اجيب لكم حقوقكم وانا اصلي بجرف الصخر وذاك الاخ يقول اثنين شوارب اكسر ظهور. منو بيهم بالله يستحق يكون زعيم؟ ما تعطيني فد اسم بيرحمه بيك انت؟ منو بيهم بالله؟ وشنو قدموه؟ اي قرار سني؟ وين هم السياسيين؟ احنا في فضل
بوجود ذولي، ذولي قلت لك عليهم الكومة القصيع، ذولي أصبحنا أقلية الأقلية، لا يوجد عندنا ممثلين. كان عندنا 75 درجة خاصة في الوزارات، تعرف ايش عندنا استاذ انس؟ عندنا 17 درجة خاصة، وين راحن؟ تدري لو ما تدري؟ كان عندنا بالمخابرات وبالامن والامن الوطني والامن القومي وغيره وغيره، كلها فرطوا به وبشرك، ما عندنا، ماكو. اصبح اليوم السباق من يتنازل اكثر حتى يحافظ على كرسيه. اي مكون سني تحكون عليه يا جماعه الخير؟ انتم كلها اقول لكم يعني عندنا ممثلين، عندنا كومة سرسرية يروحون تاجرون قضايا اهلهم. هذا يقول رجع جرف الصخر، ذاك بيوم لسه الازمه يطلعون نسوان يطلع بين بيان، والله ذولا على المغيبين، نسوان المغيبين. ذولي هم يعني أنت تعتبرهم أنت مراجل؟ هم تعتبرهم سياسيين؟ لا على كيفك. شو نقدمه لهم؟ على 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 كيفك شيخ، على كيفك. والله شيخ. لا على كيفي أبو عبد الرحمن الحمد بيك، أنا ترى بي بهضة. إيه. ذولي ترى أذونه وأذوا العالم وتاجروا قضاياهم، وكل سنة جاي تكبر كروشهم، بس أنا العتب مو عليهم، العتب على 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 الخرفان الجاي يتبعوهم، الجاي ينتخبوهم كل سنة. اللي كل ما طيب. يروح يقول له انا مثلا، يقول له اي والله انت مثلني وروح ابصم لك ب 50,000. انا اعتب على هذا. خل ارجع إيه؟ السيد احمد، خل ارجع السيد احمد حتى شويه تهدى، شويه اشرب ماي، لانه نزلت نزله احنا وين بهذا الموضوع. ولو صوت يعني سالتك يمكن اني اتحمل ذنب الموضوع بصراحه. اني صوت لا يا اخوي انت مالك علاقه. لا اني صوت سالت لانه لا نعم لا لانه بصراحه المواقف يجب أن تظهر من مواقع، ويبدو أن المواقف والمواقع في هذا المكون ليست على ما يرام. سيد أحمد، هنالك تحذيرات من حرب كبرى ستجر إليها، طبعا هذا صدر من مصدر مسؤول عراقي، حذر من حرب كبرى ستجر إليها الولايات المتحدة جرا في المنطقة. بحسب تصوير هذه الحرب أنها ستحرق الأخضر والأخضر، لأن اليابس كله احترق. نعم تسمعني أستاذ؟ أسمعك جيدا سيد أحمد. نعم شوف أستاذ، هي تقديرات يعني قراءات فلاسفة السياسة أن هناك يجب أن يكون أن الحرب استحقاق وليس اختيار، بمعنى أن هناك خلل بالنظام العالمي، لأنه نظام قديم الحقيقة بني على يعني آثار الحرب العالمية الثانية، وأن المظلة الدولية لم تعد مظلة يعني حاكمة للعالم تستطيع أن تفرض رؤية معينة، وكما يحصل في فلسطين الآن على سبيل المثال، قتل أكثر، استشهد أكثر من 50,000 مواطن يعني مدني، ولم يتخذ العالم أي إجراء. هذا يعني من الخلل الموجود بالمظلة الدولية. فعاد العالم إلى قواعد الحرب الباردة، يعني كأنه إحنا في بداية الخمسينيات، يعني إنما ارتأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أن يخترعوا نظام جديد للحرب، اللي هو الحرب غير الكونية، الحرب الباردة. فالآن تقريبا العالم يشهد هو نوع من أنواع الحرب الباردة، هناك قوة مصطفى مقابل اصطفاف لقوة أخرى، وقوة طامحة تريد أن نعم. تكسر القطبية الأمريكية التي تشكلت مع جدار برلين، وعلى رأسها طبعا المستوى الاقتصادي الصين والمستوى العسكري روسيا. فهذا الأمر هناك قوة مرتبطة بهذه القوة، يعني إسرائيل تمثل المنظومة الغربية في المنطقة، وإيران تمثل المنظومة الشرقية. فإحنا إذا قرأناها قراءة استراتيجية، هذه القوة مرتبطة بالصراع العالمي، ولكنها ضمن نطاق معين، يعني مثل بطولة كأس العالم، فرق مجموعات وفرق كؤوس، فهمتني شلون؟ فإحنا في حرب المجموعات، يعني حرب فرق المجموعات الموجودة بمنطقتنا الآن. روسيا تدعم إيران بالمنظومات الدفاعية والصواريخ الضربة الصوتية، وإسرائيل أيضا تعطي القنابل يعني سيد أحمد، هذه الحرب يعني لها علاقة يعني بالأمور الاقتصادية بصراحة، يعني هنالك من يقول أنها حرب لها علاقة بالعقيدة والعقائد والأديان، وأن هنالك دولة يراد أن تؤسس من النيل إلى الفرات ويذهب بها إلى اتجاهات ودراسات إلهية نضعها على جانب، وهنالك من يقول أنها حرب وصراعات من أجل الحرب، ساحة سلاح، وهنالك من يريد أن يصرف أسلحته وبضائعه في هذه الحرب،
وهنالك من يتكلم عن حرب اقتصادية، يقول لك الموضوع له علاقة بالمياه وحرب المياه والنفط وغير ذلك. كثر الكلام، كثر الكلام سيد أحمد. لا أستاذ، أستاذ أنا سعيني هذا الأمر كله خلي على سبحان الله ما لنا شغل به. هذه يعني القراءات التوجيهية للحروب ما نتحدث بها. احنا نتحدث بما نشوف بالشرق الأوسط. أنا أعتقد أن الصراع الإقليمي هو استحقاق الحرب، يعني يجب أن تحصل حرب. إسرائيل عبرت روحها صار 40 سنة تقاتل إيران بالوكالة عبر حلفاء، وإيران أيضا تعبت 40 سنة متحملة أعباء الضعف الاقتصادي والمحاصرة الاقتصادية من أجل أن تكمل مشروعها. فوصلت الآن، وصلنا إلى مرحلة الذروة أن يتصادم المشروعان، مثل حرب الخليج، مثل الحرب العراقية الإيرانية بالمنطقة. نعم. العراق قوة ناهضة وإيران قوة ثورية، فهمتني شلون؟ فتقاتل العراق وإيران، انتصر العراق، ضعف إيران، قوة العراق. هي يعني معادلة استراتيجية بالمنطقة، لازم تظهر قوة. ولذلك نتنياهو الآن يتحدث موضوع بس هاي نظرية أنه الحرب استحقاق مؤلمة سيد أحمد، مؤلمة معناها وصل العالم إلى أعلى مستويات البشاعة، أن لا يكون هنالك من حل إلا الحرب. شوف أعطيك أسماء الفلاسفة اللي تحدثوا عن أن الحرب استحقاق. جون مارشامر، أقرأ جون مارشامر الحرب الكونية، يعني عباقرة السياسة. أنا ما أتحدث، أنا أنقل آراء الفلاسفة. نعم نعم نعم، هذا تصوراتهم، هذا تصور. سمع هنتشنتون قبل كتاب الموجة الثالثة أشار لهذا المعنى، كتاب صراع الحضارات. هذا يعني استحقاقات، احنا نقول حرب استحقاق، قوة صاعدة وقوة نازلة. إسرائيل أيضا مشروع، أنت مو تقول من النيل للفرات. نعم. إيران أيضا لديها مشروع. الدول العربية الوحيدة اللي ليس لديها مشروع بدها المشروع الكومي. الدول العربية هي المشروع، الدول العربية هي الأرض التي تقام عليها المشاريع، الأجساد العربية هي التي نعم هي التي يعني تمول هذه الحرب بدمائها. احنا وقود. نعم. العرب وقود. هو احنا اليابس، هذا اللي كنت تتكلم عنه قبل شوية الذي أحرقته الحرب، نحن اليابس في هذه المعادلة. أستاذ أنا أسمع منك، بس خلنا أوصلك للنتيجة سؤالك. نعم. التجاوب على السؤال. بس عرفنا إسرائيل يجب أن تحصل على مكان قدرتها، قواعد إسرائيل ومدعومة من أمريكا. شنو اللي يوقفه يعني؟ ولكن من النيل من الفرات، هذا ما يطرحه اليمين المتطرف. يعني بن قفير وربعه، وهذا بن قفير عراقي بالمناسبة. يعني إحنا مصيبة ذول العراقيين متطرفين وين ما يروحون. إذا زاروا أمريكا، بإسرائيل، بإيران، هذا ما يصدره، يعني ما يتمناه التوراتيون، يعني الصهيونية القومية، مشروع الصهيونية القومية اللي هم جماعة جابوتينسكي وجماعة مجموعة كاخ القديمة اللي نعم. تأسست، والذي ينتمي لها نتنياهو. نتنياهو ترى أبوه كان سكرتير جابوتينسكي، اللي هو أعظم متطرف ومنظر للصهيونية القومية في التاريخ اليهودي. فانت جايك واحد متطرف، هو نتنياهو بال 96 من دخل الكنيسة ساهم بصناعه كتله لتعطيل مشروع اوسلو. نعم. وساهم ولم يطرح ولا يؤمن بحل الدولتين، ولا يمكن ان يكون هناك حل دولتين في وجود اليمين حزب الليكود او اليمين المتطرف من الاحزاب الصهيونيه القوميه. هذا ما يصير نهائيا. فانت عمليا انت امام كتله محافظه، ولكن كيف سيحكمون من النيل للفرات؟ هم ايش قد عددهم مستوى؟ لا انا مبالغ به، هذه الدعايه اللي بثوها. ولكن اسرائيل في حاله هجوم من اجل الدفاع، هي تدافع على كينونته. استاذ انس تعرف 7 اكتوبر شنو يعني؟ غزو حمساوه، عبر عنه توماس فريدمان بالنيويورك تايم، قال تعرضنا لغزو حمساوي. يعني حمستهم. نعم. اتمشى في مطار سيدني واشوف دول لابسين العرقتين هاي مالتهم وجايين، يعني استغربت قالوا لاجئين هاربين من اسرائيل الى استراليا، فهمتني شلون؟ يعني تخيل هذا مطار جديد. فهنا اسرائيل استخدمت اعلى درجات الفتك والتدمير من اجل ان تحافظ على كينونته، فهي الان في موقع الدفاع وليس في موقع الهجوم.
ولكن بهيئة هجوم، فهمتني شلون؟ ولكن عمليا هي تدافع عن نفسها، تريد ان تبقى نعم تدافع عن نفسها، ولكن في اراضي نعم. عربية، وتقصف اراضي عربية وتقتل عربا للأسف الشديد. نعم أسمعك جيدا. أعود للشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى في ظل الظروف نعم سأعود للشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى في ظل هذه الظروف يجري الكلام عن خارطة عراقية جديدة، كلام يمكن ما أدري تشوفه في محلة أو في غير محلة، عن إقليم جديد. هذا جزء من الموضوع، خارج الموضوع؟ ليش شيطان؟ ليش يتهم ببعض الاتهامات؟ شوف احنا بالبدايه خلي ناكد على موضوع واضح، موضوع مهم. اولا الاقليم هو حق دستوري، نعم يعني موجود بالدستور، والدستور هذا صوت عليه الشعب العراقي واخذ الاغلبيه، يعني يريد يروح الاقليم ما حد يمنعه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، موضوع الاقليم يا استاذ انس هذا بي توافق دولي وإقليمي، وعليه تصير يعني يأخذ وقت طويل يلا تنفيذه، في حال إذا هناك جدية أو موافقة إقليمية أو موافقة من الفاعل الدولي للذهاب بالإقليم. الإقليم تحتاج موافقة تركيا، موافقة إيران، موافقة أمريكا، موافقة الخليج وسوريا والأردن وبريطانيا بناجي، كلها لازم توافق على موضوع الإقليم. إقليم هو مو موضوع بأنه أنت سد الشارع ونزل لك عارضة وصار إقليم، مو هيك، لا موضوع كبير. والدرجة الأولى إيران بهذه المرحلة لا يمكن أن تسمح بتنفيذ الإقليم، لأن يعني هذا يضر بمصالح، يعني يقطع الخط الاستراتيجي بين إيران، عراق، سوريا، لبنان، مستحيل توافق. بالإضافة إلى هناك دول خليجية تعترض على إقامة الإقليم، رغم ما هي ممكن بالإعلام وبوسائل الإعلام تروج على هي داعمة، ولكن بالحقيقة هو لا ينفعها، لأن يعني هناك إذا صار إقليم ممكن حتروح بعدها مرحلة إلى تقطيع أراضي دول خليجية، وتصير تحول إلى أقاليم أو دويلات. يعني هذه هي أي نعم هذه الحقيقة، بالإضافة إلى إيران، بالإضافة إلى تركيا. تركيا عندها شروط بإقامة الإقليم، أقاليم تريد جزء من الموصل، تريد جزء من كركوك، تقول هاي حقوقي ما أسمح بها أنا. اللي ما يعرف خلي يعرف هالموضوع هذا، مو عبال العراق راح يبقى هاي المحافظات مثل ما هي، لا، تركيا تريد حصلت، تقول أنا عندي جزء من تركيا من كركوك وعندي جزء من الموصل، لن يرجع لي لازم. واللي يسوي إقليم ما عندي مشكلة. زين، واللي إذا يطلع ويقول لك أنا والله مستعد وقريبا أعلن وما أعرف إيش، يعني نشوف. خلي أنا أشوف. احنا مو شغلة اعلان، وهي مو شغلة فرض عضلات او هذا موضوع كبير وموضوع كبير صغير. ثاني شيء، الفاعل الدولي اذا يريد يروح الذهاب الى الاقلمة او عنده بوادر للاقلمة، فما يتعامل وياي او يتعامل ويا جنابك او مع احتراماتي الاستاذ احمد، هناك ممثلين مثلا المكون السني موجودين ينطوهم اوردر، وما كلهم ما شاء الله ما يحتاجون، ينطوهم اوردر يروحوا صوتوا روح على الإقليم، هناك إجراءات تصير، إجراءات دستورية وقانونية ذهاب للإقليم من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة. واللي يريد يذهب للإقليم اللي نسمعهم، يعني هناك تصويت الإقليم موجود مع صلاح الدين، موجود وقت الدكتور ناجح الميزان مصوتين، وموجود بالحكومة العراقية التصويت، فالتصويت هو موجود. نريد ما بعد التصويت، نعتبر مثلا صلاح الدين كتجربة، نروح ما بعد التصويت شنو اللي الخطوه اللي بعدها؟ علاش اتعب نفسي انا اسوي تصويت جديد؟ لا، التصويت عندي موجود، انطيني ما بعد هاي المرحله، شو اسوي؟ طيب نعم، انت معارض سياسي واكيد تجلس مع من يشبهك في هذا التوجه، كلكم بذات التوجه، كلكم بذات الاراء، كلكم تقريبا لديكم نفس النهج على اختلاف مشاربكم ومكوناتكم. أنا أجلس مع الكل، مع المعارض ومع من موجود بالسلطة أبدا ما عندي مشكلة، وجلست مع كثير من ذكرتهم هسه وانتقدتهم، جلست وياهم وعاتبوني، أنت ليش هيك ويانا؟ قلت لهم أنا ما عندي عداوة شخصية وياكم، أنا عندي مشكلة مع سلوككم تجاه أهلكم، تجاه ديرتكم. كذلك جلست مع معارضين كثيرين، مشكلة المعارضة يا أستاذ أنس بأن الكل هو يريد تصير رقم واحد، عرفت؟
وكلهم متخيلين بأنه مع الأسف متخيلين بأنه أمريكا راح تعيد عملية 2003 على العراق وراح تشيل ذولي وتذبهم جوا. هذا شيء مستحيل. أحلام العصافير. هذا شيء مستحيل. إحنا لازم اليوم الجمهور حتى لو كنت معارض تكلمه بواقعية حتى يوعى حتى يصحى حتى يشوف الحقيقة شلون، حتى لو كانت قاسية بس شوف الحقيقة، لا تسرد عليه أكاذيب وكذب. جت البارجات ومحملة وحضروا السجون ومدري إيش وراح يقتلعوهم وراح يشيلوهم وراح هذه، والنتيجة اليوم أمريكا هي مقفقفة عليهم وما تخلي حد يضربهم، مصحيح؟ هاي جواب على ادعاءاتهم اللي يقول أمريكا راح تجي تشيلهم. اليوم أمريكا ما رأى إسرائيل تضربهم، لأن هذا النظام يعتبر نظام ديمقراطي جابته أمريكا هي وبريطانيا وخلته بالعراق، ما تسمح المساس به. وإذا فشل هذا النظام باعتبار فشلت التجربة الأمريكية بالمنطقة. طيب فبكل الحالات يترجعها. طيب خلنا نرجع للسيد أحمد الياس. السيد أحمد، في دقيقة، في حال لا سامح الله تعرض العراق إلى هجوم، أمريكا مع من ستقف؟ مع الكيان المحتل أم مع العراق؟ مع إسرائيل طبعا. كيف تقف مع العراق؟ أمريكا وجودها أصلا بالعراق ولحماية من إسرائيل، كيف تقف معها؟ هذا يعني سوري انا اسف جدا استاذ انس، ولكن بعض الاصوات في السلطه العراقيه، انا وجهت رسائل للسوداني ويعني بشكل مباشر وغير مباشر وبالاعلام وغير الاعلام، فبدت تحدث يعني تصير حركه للسوداني، خطابه بدا يتغير، هاجم دول الميليشيات اللي قصفوا اسرائيل. ولكن كنت اقول يعني أمريكا موجودة أصلاً بالعراق واحتلت العراق لحماية من إسرائيل، كيف تحارب إسرائيل يعني؟ وتحارب إسرائيل من أجل من؟ من أجل إيران، عدوة أمريكا، يعني حدث العاقل بما لا يليق. طيب على الأقل هل ستحمي العراق من الكيان المحتل؟ لن تحمي ولن تفعل أي شيء، فليفهم العراق يقول أمريكا عندنا وياها يعني اتفاقيات قديمة اتفاقياتها، ولكن السودان قلب الدنيا أخوية 2025 يريدون يطلعون ويوميا مسوي له هوزة ويوميا راح للسفيرة الأمريكية. انت شفت حكومة اللي تعرف شو نسوي الأمريكان هسه من شافوا الحديد حامي وإسرائيل جاية وتهدد دول المنطقة، حتى الدول الحليفة تهدد مصر والأردن، بدأوا عرفوا أنه إحنا ليس لدينا القدرة على القيام ب صراع استراتيجي، ليس لدينا سلاح استراتيجي. إيران عندها صواريخ 60,000 صاروخ يعني استراتيجي، احنا ما عندنا كل شيء أستاذ. كيف تحارب دولة مش جارة لك وحرب غير نمطية؟ كيف يعني نختصرها بالأخير كعراق ونقول وذلك أضعف الإيمان؟ ولكن لا، مو أنا حتى قال لا لا خلي يكمل إلا الله. ولكن هنا يجي الفاعل العراق، إذا استطاع العراق أن ننظم يعيد تنظيم العلاقة الأمنية، العلاقات الأمنية مع الجانب الأمريكي، طبعا هذه فيها استحقاقات، لازم العراق يضبط وضعه الداخلي، الثنائية الأمنية لازم تنتهي تصبح أحادية، الفصائل خارج نطاق الدولة والتي تمتلك سلاح يدمر إسرائيل ويضرب، هذا أيضا لازم الدولة تأخذ. طيب يعني طيب هذا يترتب يعني عليه أيضا أن على الأمريكان ألا ينسحبوا من العراق؟ أن نكون طبعا إحنا الآن لا مو مشكلة انه ينسحب او لا ينسحب، احنا ما نحتاج الجهد البشري، ولكن نحتاج عملية حماية الاجواء على سبيل المثال، نحتاج الى منظومات دفاع كانت موجودة حتى منظومة الباتريوت بالرمادي على سبيل المثال، الجماعة قصفوا مال القائم وشالوا، موجودة هسه مطار بغداد، موجودة بالمنطقة الخضراء محيط السفارة، ولكن ضمن نطاق محدود، يعني الباتريوت الموجه الصواريخ القصيرة والمتوسط المدى، ولكن نحتاج إلى منظومات دفاع. فأنا يعني ألطف شيء في بداية الحلقة نختم بنفسه، من قلت لي راح نجيب منظومات دفاع من كوريا، قلت لك هي كوريا ما أخذ منظومات دفاع من أمريكا، ما قيمت منظومات الدفاع. يعني المثل العراقي الذي يقول مجدي جدي من مجدي، والله يرحمك يا جدي، الله يرحم جدك. ولكن نعم. ولكن أستاذ الله يرحم جدك أيضا على أولاد عمي. نعم سيدنا، بس أنا اللي أريد أقول لجنابك حتى لا تكون الصورة قاتمة، لأن يجب أن نبث الأمل للناس. أنا أشوف الموضوع بالعراق الجماهير مش مختلفة،
الناس مش مهتمين، يعني هم جايبين اصعب من اي حرب يعني. ولكن النخب هي المكتردة، التخوف موجود بالنخب. كتلة الإطار أنت شفت العبادي ومجموعة مراحل السفيرة الأمريكية خايفين أنه ممكن إسرائيل تقصفهم هم، يعني كما قتلت الكثير من قيادات حزب الله أن تقتل قيادات الإطار ونتنياهو لا يوجد عنده حدود. فهنا بدأوا يتحركون ينظمون هناك وأمريكا. من كنا نحكي إحنا كنت أطلع وياك ونحكي أستاذ أنس كان يقول هذا أمريكي عايش في أستراليا، شو اسمه شيخ مصطفى الدنيامي هذا يشتغل ويا قطر، ما أعرف ويا داعش، ما أعرف وين. كنا نتحدث بمنطق استراتيجي نقول خطاب الدولة. نعم الحاجة إلى خطاب الدولة، كيف نعمل الدولة الإسلامية، كيف نزيح الدولة الموازية، كيف نقطع بعيد هذه مشكلة. ولكن ضمن ولكن ليس على حساب الهوية الوطنية العراقية. سوى إقليم كردستان، سوى إقليم مش يحيز سوى إقليم، مو مشكلة إذا كنا نظام دولة إداري قوي يحمي هذه الأقاليم ويوحدها. ولكن ما حصل عملية قفز بباراشوت على الدولة وعلى الشعب، إرادة شعب مغيبة ما صايرة بالعالم يا أستاذ أنس. حكومة تقود أغلبية خاسرة، برلمان ما بي رئيس، ما طلعوا جلسة ولا فيلم عن الحرب وسجن ولا طلعوا. يعني قصدي إنه ماكو اعتبارات لا مؤسسات دولة، مؤسسة القضائية التنفيذية، كيف الأحزاب هي تخطط نعم وهسه رجعوا لنا على القوانين. صارت 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 يعني صارت على البركة سيدنا. نعم صارت على البركة، لكن أنا للأسف وقتي ما ظلت ما ظلت ببركة، تجاوزت الحد المطلوب. نعم أستاذ أنس بس هاي بروح أمك. نعم الدولة اللي بهاي المواصفات وبها هيك نخبة تقفز وتدمر الدولة، شلون تحميها بأمريكا من إسرائيل؟ على هذا السؤال طرحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، أشكرك جدا، كنت معي من أستراليا. شكرا أيضا بسعة القلب للمعارض السياسي الشيخ مصطفى الدليمي، كنت معي من بغداد أيضا عبر سكايب. شكرا لكم مشاهدينا، تقبلوا تحياتي أنس عبد الرحمن وتحيات المخرج مصطفى الدوري، حتى نلقاكم من جديد في أمان الله وحفظه.